وسهلا بكم في قناه سوما فلوغ. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين البنات؟ كنتمنى يا ربي هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال يا رب العالمين. اليوم جيتكم فيديو جديد ان شاء الله. غادي نحضر معاكم واحد الخبيزات معمرين بالخضر وبالكفته ولا بالكروفيت على حساب داكشي اللي عندكم. المهم باش ما نطولش عليكم البنات، هنايا درت الزيت كتسخن، غادي نلوح. هنا عندي جوج بصلات وجوج فروع ديال الثومه كنشلضوهم غلاب، وغادي نلوحهم. صافي كما كتشوفوا معايا البنات، دابا غادي نبدا نحرك. المهم البصله غير قبل واحد الشويه، ماشي بزاف، غير واحد الشويه، ومن بعد غادي نكمل معكم الخضره. هنايا كما كتشوفوا معايا عندي فلفله الوان مقطعه شويه نورمال، لانها كلها غادي تدبل مع الطياب. هنايا كنحتاجو كما قلت لكم جوج بصلات كبارين، وكنحتاجو جوج صوص ديال الثومه. هنا كنحتاجو جوج فلفلات كبارين باللوان، اختاروا نتوما اين نوع. انا الخضره ما عنديش، المهم درت الحمراء ودرت الصفراء ودرت الاورانج. وهنا البنات كما كتشوفوا معايا كاين خيزو محكوك، والقرعه كذلك محكوكه بمقدار اللي بغيتو نتومايا، والقزبر والمعدنوس يكون بزايد، لان هاد الوصفه كتبغي شويه القزبر والمعدنوس. صافي كما كتشوفوا دابا غادي نحركوا البصله ديالتنا. هاد الاثناء غادي نلف الفلفله ديالتي، غاديش نخليها طيب بزاف هي والبصله، غير يدبلوا، غير باش يحيد منهم داك الماء. صافي صافي غنبدا نحرك. صافي في هاد الاثناء غادي نخلي هاد الخضره ديالتي تشحر. غنجهد على البوطه دابا حاليا، غادي نجهد باش ما تطلقش ليا الماء بزاف. عاد غادي نلوح موراها خيزو والقرعه والقزبر والمعدنوس. المهم البنات كما كتشوفوا، صافي دابا راني نسيت، وسمحوا لي التصوير، جيت نصور كنت كنهضر في التليفون ونسيت التصوير ما صورتش. المهم خليتوني درت الفلفله والثومه، انا يا ربي خليتوني درت البصله والثومه كتشحر. المهم بعد ما تشحروا لحت عليهم الكفته، ها نتوما كما كتشوفوا صافي شحرتهم مع الكفته حتى تطلقات. عاد وانا نلوح القرعه خيزو القزبر والمعدنوس. صافي وبزرتهم، درت شويه البزار، شويه التحميره، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكينجبير. صافي لا اقل ولا اكثر، شويه صافي والتحميره كما قلت لكم مليحه. ودابا غادي نخليهم في هذا الاثناء تشحروا مزيان حتى تنشفوا من الماء ديالهم مزيان، ونخليوهم يبردوا عاد ندوزوا للعجينه ان شاء الله. هنا غادي نبدا ان شاء الله غادي نعجن. كما كتشوفوا راني درت الفينو واحد جوج زلايف كبار ديال الفينو، نتوما ديروا ربعه لان انا عندي زلايف كبارين بزاف، ودرت واحد زلافه وربع ديال الفورص. صافي شويه الملحه والخميره، ودابا غادي نبدا نعجن عادي جدا بحال اللي كتعجني المطلوع، غير هو كيبغي يدليك. المهم البنات هاد الفيديو سمحوا لي راه ما لقيتش كيفاش نشدو حيت لا سيبوغ راه خسرات ليا، حتى تنصاوبها ولا نشري وحده اخرى. المهم ما عليناش، انا دابا غادي نبدا نعجن ومن بعد غادي نوريكم الشكل النهائي. كما كتشوفوا دابا البنات معايا، صافي هي العجينه دابا ديالتي طلقات ودرتها دابا. صافي دابا غادي نديرها على شكل خبيزات صغيورين، على شكل مطيليعات صغيورين. هنايا هي الحشوه ديالتنا، صافي راه طابت وبدات كتبرد. هنا الفرماج اللي قطعت هو هذا هو اللي غادي ندير معاهم ان شاء الله، وشويه زيت العود باش نقطع باش نكور هذه العجينه ان شاء الله. وانتم تكور في العجينه ديالتي القياس اللي بغيت، وندير قريصات ونحط حتى تنكملوا ان شاء الله. سمحوا لي ما صورتش معكم من الاول، كنت بديت ولكن لا سي بوغ قلت لك كما قلت لكم راه وقفات ليا، ورجعت كملت كملت حتى كملت، عاد تفكرت بانني خاصني نكمل التصوير وشديت بيديا ورجعت ثاني عاوتاني صوبتها. بعدا غير قديتها واحد شويه باش تشد ليا نتوما كما كتشوفوا راه معدباني في التصاويب. صافي البنات كما كتشوفوا كنمشيو على هذه الطريقه هذه حتى نكملوا الخبيزات ديالنا كما كتشوفوا. صافي غادي نكمل دابا التعمار ديالي. كما قلت لكم الفرماج عندي هنايا، وهانا صافي قربت نسالي، بقاو ليا باقي تبارك الله باقي نص عندي. المهم غادي نمشي على هذه الطريقه كما كتشوفوا. صافي كنسرحوا هكا العجينه وكنحطوا الحشوه ديالتنا في الوسط. صافي كتهزي القياس ديال الحشوه ديالك بحال هكا
صافي كنديروا جوج ديال الفرماج بحال هكا، النوعيه اللي كتبغي نتيا واللي كيبغيو وليداتك ديريها، ما كاينش مشكل. انا متوفر عندي هذا الفرماج، ما متوفرش عندي موتزاريلا تقاد عليا. صافي هذا صراحه هو كيجي زوين بزاف، هو اللي درت صافي. وكنمشيو هكا حتى ديري لها بحال الصريره، حتى تجمعيها باش ما تحلش من التحت. ايوا ديك الساعه عاد كتلولبي صافي، وكديري لها بحال هكا، كتحطي ان شاء الله حتى تكملي الخبيزات ديالك كاملين ان شاء الله. كنمشيو على هذه الطريقه حتى نكملو ان شاء الله الخبيزات ديالنا كاملين. هادشي اللي كاين هما راه كيطيبو دغيا، كيخمرو دغيا صافي. خاص دابا في هاد الوقيته هادي، انا من حيت عندي هاد الصينيه كتهز ليا غير هاد القياس، هاد سميتو الطاوه، كاين اللي كيقولها الطاوه كاين اللي كيقولها الصينيه، المهم ما عندناش مشكل دابا في الاسم. عندنا دابا المشكل في سميتو. خاصني دابا نشعل الفران باش ندير هادو يطيبو بين ما يخمرو ليا الاخرين صافي، ونبقى غادا على هاد الاثناء حتى نكمل ان شاء الله كلشي. في بحال هكا نجمعوهم غادي نحاول، واخا راه ما يمكنش ما يمكنش، لان غادي نحاول ندير شي بليصه زعما باش نزيد وحده اخرى ولا شي جوجات، نخفتو غير يتزدوا ليا راه ما غاديش نكثر. المهم انا غادي نمشي نشعل الفران بين ما هادو دابا بدو كيطلعوا ليا، غادي ندهنهم بالبيض. وقلت لكم كما اللي بغيتوا ديروا ديروا معاهم، يا المهم اي حاجه كتعجبكم ديروها معاه صافي. بالنسبه للحشوه كاين اللي كيبغي الزيت والكحل وداكشي، انا راه ما درتوش البنات، درت غير الخضره. المهم نمشيو نكملوا الفرماج، المهم غنكملوا على هذه الطريقه ان شاء الله حتى للخر، وتابعوا معايا للنهايه. كما كتشوفوا البنات ها هما من بعد ما خمروا تيكونوا غزالين وهشاشين. انا راه حيت ما كاينش عندي اتساع صراحه، تيبان لي غادي نقص شي وحده باش ما يخسروش ليا، لان جاوا زوينين ماشي ديال الخساره. صافي غادي ندهن هاد الطاوه الاخرى، هي غادي نستعين بها، نستعينو بطاوات اخرين صافي. غادي نقربهم هكا، دابا غادي ندهنهم ان شاء الله بالبيض كما قلنا بحال هكا. نهز هادي حتى هي نحطها هنايا صافي باش ما يخسروش. غادي نمشيو بهاد الطريقة حتى تنكملو كلشي ان شاء الله. من بعد البنات ما خمروا ليا الخبيزات كما كتشوفوا صافي، غادي ندهنهم دابا بالبيض. درت واحد القطينة راني كندهن فيهم صافي، حتى ندهن البيض ديالي كندهن الخبيزات ديالي كاملين بالبيض. ومن بعدها غادي نزيد عليهم شويه ديال الزعتر ولا شويه ديال حبر شهاد، المهم هما راه كيجيو باي حاجه درتيها كيجيو غزالين. المهم ماشي المشكل، المشكل هو الخدمه ديالتهم والعماره ديالتهم. سمحوا لي غادي نقربها شويه باش ما تجيش لاصقه على الاخرى ولا حتى هذه. اوب تيجيو مفشفشين البنات والله العظيم. صافي كنمشيو على هاد الطريقه حتى تندهنوا كلشي صافي. غادي ندهن كلشي، ومن بعدها غادي ندير شويه بالزعتر وشويه بحبر شاد، حيت هو اللي متوفر عندي حاليا، هادشي اللي متوفر عندي. المهم الصراحه كيجيو بالحبه السوداء ولا بزريعه الكتان كيجيو زوينين، ماشي مشكل. الانسان اللي عنده في الدار كيقضي به، ماشي ضروري شي حاجه ما عندكش حق لا ما نديرش، لا ديري علاش ما ديريش. هادشي راه كلشي الناس كاين عندهم، داكشي راه كيبقى غير كماليات صافي. من بعد كملنا هكا، دابا غادي ندير شويه ديال الزعتر بحال هكا صافي. كنخرج عليهم شويه ديال الزعتر، هنا راه كاين الزعتر ازير، يعني كلشي كاين بزاف الحوايج ماشي غير الزعتر وازير، نسيت على الحوايج الاخرين مشاو ليا من بالي، تنفكرهم ونقولهم ان شاء الله صافي. كنمشيو على الطريقه هذه حتى تنكملوا الخبيزات ديالنا كاملين صافي. وغادي نخشوهم ان شاء الله في الفران، انا غادي نزيد عليهم واحد شويه تحبر شاد صافي. ودابا البنات ها هما كيجيو بهذه الطريقه هذه، من بعد ما درت لهم حبر شاد والبيض والزعتر صافي. دابا غادي نخشوهم في الفران ان شاء الله، راني مشعله عليه الفوق والتحت. صافي
صافي دابا غنخليهم واحد ربع ساعه ان شاء الله وغادي نطفي عليهم. صافي هادو هما اللي بقاو ليا البنات. صافي كملت الاخرين طابو، انا غادي نجبدهم وتشوفوهم. صافي بقاو غير هادو، هاد السته والبقيه راها طابت، غادي نجبدها من الفران دابا. صافي نمشي على هاد الطريقه حتى تنكمل. المهم دابا غادي نجبد الخبيزات وغنوريكم كيجاو، راه جاو رائعين والله العظيم، جاو غزالين. هذا هو الشكل النهائي البنات ديال الكريسات معمرين، ها كيفاش كيجيو، كيجيو غزالين. هادو هما الخبيزات معمرين بالكفته والخضر والفرماج، كيجيو رائعين رائعين البنات. هانتوما شوفوا شوفوا معايا كيمفشفشين، وعرفتي رطبين 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 بزاف، ورائعين وطايبين ومفروكين. جربوهم ما تندموش عليهم، والله العظيم كيجيو حسن من حسن من المطيلعات معمرين. المهم كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وسمحوا لي ما صورت لكمش بزاف الحوايج، لان كما قلت لكم في اول الفيديو راه تقطع لي التصوير. المهم كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشاركوا هذا الفيديو مع احبابكم وصحابكم وتبارطاجيوه، وما تنساوش ديروا لي لايك، واللي ما مشتركش في القناه يشترك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء، نلتقي في الفيديو الجاي ان شاء الله.